انواع الناس لما تيجي تفاصل الغلبان. طيب يا ريس التيشيرت ده بكام؟ 200 جنيه يا اخو. طب ما ينفعش 150؟ لا مفيش فصال عندي. تمام شكرا هاتولي. طيب البجح بقولك يا ريس التيشيرت ده بكام؟ ب 150 جنيه. ليه يا عم لسه عليه في المحل اللي جنبك ب 100 جنيه؟ خد 50 جنيه وهات. خد اهو 20 جنيه معايا وخد اهو هات. روح اشتري من المحل التاني. لا يا عم انا عايز انفعك انت يا عم، انت هتشاركني. ما اخوك يبوظ حاجه بتاعتك وتوقعه في الكلام. طيب يعني ما حدش عايز يقول مين اللي رسم على لوحه التخرج بتاعتي؟ ما قلنا لك يا عم مش احنا يا عم. ماشي انا هعمل فيهم كنت ذكي. طب اللي رسم على اللوحه بتاعتي ديت الرسيم قوي وهديله مكافاه جامده جدا، هديله 1000 جنيه. والله العظيم احنا جاي رسمتها، والله العظيم انا رسمتها. طيب تعال تعال خد المكافاه بتاعتك. تعال تعال ما تتجوز اخت صاحبك، يا رب امك تحج، يا اللي تعمل متابعه وتلاته اكسبلور. الو فينك يا ابني؟ انا عند مراتك في الشقه. بقول لك ايه، وطي الصوت ده شويه. يا عم عارف اللي انت اخوها بس راي مشاعر، يعني ابوك عيله بنت كلب. اما اخوك الصغير يشتري تليفون جديد، يا رب امك تحج، يا اللي تعمل متابعه وحركه اكسبلور. ايه يا اسطى مش تبارك على التليفون بتاعي الجديد؟ مبروك يا عم. الله يبارك فيك يا اسطى. مش هتصورنا بيه بقى ولا ايه؟ لا يا عم لسه جايبه جديد يا عم، خاف عليه يا عم. هو يا عم هو صاحبي. هاتهم كلهم بس صوروا بقى. ده يا جماعه انا لما تجيب ايفون. يا احمد هتشرب ايه؟ لا لسه شارب عصير. احمد مش هتبعت لي الصور بتاعته ولا ايه؟ لا لما تجيب تليفون زي بتاعي هبقى ابعته. يا احمد احنا هناكل النهارده. لا 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 كله انت، انا لسه واكل من تفاحه قبل. ما امك تديك ال 20 جنيه الجديده وتقول لك هات لي اندومي. انت يا زف، انت يا منيل. نعم يا ماما انا جيت اهو، خد ال 20 جنيه دي وروح جيب بقى اندومي. انت بتهزري يا ماما؟ والله بتتكلمي بجد؟ ما تسال الهواجي على الواي فاي. تطلب يا باشا واحد شاي. حاضر من هناي. لو سمحت رقم الواي فاي كام؟ 2 4 6 8. 2 4 6 8 ولا 2 4 6 8 ولا 2 4 6 8. لو سمحت رقم الواي فاي كام؟ 1 2 3. اطلع على بني معاك. اطلع على بني معاك.